بعد توقف دام 4 أشهر، المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا تعود في جولة ثانية بدعوة من أنقرة. والقاهرة تؤكد أن نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا سيبحث في العاصمة التركية في 7 و8 من الشهر الجاري العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية. جولة تعثرت لعدة أشهر، وصف خلالها وزير الخارجية سامح شكري خطوات تركيا ضد الإخوان بأنها غير كافية. فهل يعني استئناف المحادثات استجابة من أنقرة للمطالب المصرية، خاصة فيما يتعلق بملفي الإخوان وليبيا؟ وكيف يمكن أن ترسم الجولة المقبلة مسار إعادة العلاقات بين البلدين؟ للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد أبو الفضل. أستاذ محمد، مساء الخير. يعني قبل أيام من هذه الجولة الاستكشافية من المباحثات المصرية التركية، تشهد القاهرة قمة مصرية قبرصية. هل تريد القاهرة من هذه القمة إرسال رسالة ما إلى أنقرة؟ بالطبع، أنا كمراقب أفهمها كذلك في سياق التطورات الإقليمية وفي سياق العلاقات المصرية التركية المنتظر أن تشهد انفراجها في اللقاء المقبل. أعتقد أن مصر يعني أرادت التأكيد أن تحالفاتها الإقليمية مع قبرص ومع اليونان لن تتغير مهما بلغت درجة حرارة العلاقات مع تركيا، وهي رسالة تطمين أيضا للحليف القبرصي والحليف اليوناني. أنت تعلم أن هناك بعض الهواجس يمكن أن تكون تنشب بإزاء احتمال وجود تغير ما في العلاقات المصرية القبرصية واليونانية إذا ما شهدت العلاقات المصرية التركية تطورات إيجابية كبيرة. لكن أنا الرسائل، أعتقد أن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي في لقائه اليوم مع الرئيس القبرصي كانت واضحة للغاية فيما يتعلق بمسار العلاقات مع قبرص بشكل خاص ومع اليونان أيضا في إطار التحالف الثلاثي، بمعنى أن أي تطور إيجابي مع تركيا لن يؤثر بأي حال من الأحوال مع هذين الحليفين. وبالتالي على تركيا أن تكون يعني تطلعاتها منخفضة في هذا السياق، وعليها أن تتجاوب في إطار المصالح المصرية التركية المباشرة، وليس يعني تطلع إلى أي إجراءات أو تنازلات ما في بعض الثوابت الخاصة بموقف مصر الثابت فيما يتعلق بشرق المتوسط، موقف مصر فيما يتعلق بليبيا، موقف مصر من العلاقات مع هاتين الدولتين. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني مسألة استئناف المباحثات التي توصف بالاستكشافية بين مصر وتركيا في أنقرة، هل معنى ذلك أن هناك استجابة للطلبات المصرية والتي عبرت عنها القيادة المصرية أكثر من مرة؟ مجرد يعني الإعلان المصري عن ذهاب وفد مصري إلى أنقرة لإجراء مباحثات، هذا تطور سياسي مهم، يعني أن هناك تطمينات وصلت إلى القيادة المصرية فيما يتعلق بالموقف التركي. لكن لنقرأ المسألة بشكل صحيح، لابد أن نأخذ في الاعتبار مجموعة من المعطيات الإقليمية أو التطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية منذ اللقاء الأول الاستكشاف الذي عقد في بداية مايو هنا في القاهرة، وكانت الأمور تبدو على أن الأمور يمكن أن تسير بشكل إيجابي أسرع مما هو ظاهر الآن. تعثرها أو تجمدها يوحي بأن هناك ما خلافات بين الطرفين. الانفراج الآن توحي بأن هناك تفاهمات ما يمكن أن تحتاج لوضع نقاط أعلى وأسفل الحروف في هذا اللقاء. من التطورات الإقليمية المهمة أن تركيا تأكدت بما لا يدع مجال للشك أن استمرارها في ليبيا مسألة في غاية الصعوبة، لأن المواقف الإقليمية والدولية بدت يعني مجمعة على ضرورة الخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة بما فيها القوات التركية بالطبع. وهو ما يعني عبر عنه اليوم بوضوح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طالب اليوم في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع ضيفي القبرصي بضرورة خروج كل القوات، جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. برأيك كيف يمكن أن تستقبل أنقرة هذه الرسالة الهامة والقوية؟
رسالة الرئيس السيسي ليست جديدة، لأن موقف مصر الثابت في هذه المسألة لم يتغير على مدار الأشهر الماضية في هذا السياق، لكن ما تغير حقيقة هو موقف المجتمع الدولي. هناك رسائل واضحة من قبل الولايات المتحدة، هناك رسائل واضحة من قبل فرنسا وإيطاليا، هناك رسائل واضحة أيضا من قبل الحكومة الليبية في هذا المسألة وكانت يعني إلى حد ما في البداية فيها نوع من أنواع المناورة أو عدم الوضوح. الآن المسألة بدأت واضحة في هذا السياق، وبالتالي على تركيا أن تراجع نفسها. نقطة أخرى أيضا حصلت على المشهد الإقليمي خلال الفترة الماضية، وهي التطور الإيجابي الحاصل في علاقات تركيا مع السعودية ومع الإمارات، وهاتين الدولتين حليفتين لمصر، بمعنى أن أي تطور إيجابي بين مصر وتركيا يسير بالتوازي مع تركيا، مع السعودية، مع الإمارات، وهكذا. أضلاع هذا المثلث تمثل يعني قوة مهمة جدا للدول الثلاث في علاقاتها مع تركيا. الارتفاع أو الانخفاض في العلاقة مع تركيا كان رهينا إلى حد كبير بما يحدث من تطور في بين أضلاع هذا المثلث. النقطة المهمة أيضا التي يمكن أن ترسل رسالة تطميل لتركيا إذا رأينا أن نقلب الوجه على الزاوية الأخرى، وهو يعني تطبيع العلاقات بين مصر وقطر. قطر هي حليف استراتيجي بالنسبة لتركيا، حليف مهم. كون أن تعيد مصر علاقاتها بهذه الصورة، ويعقد الرئيس المصري قمة مع الشيخ تميم في بغداد مؤخرا، فهذه رسالة إيجابية على أن مصر لديها استعداد لفتح صفحة جديدة، طالما أن هناك نوع من أنواع الاحترام المتبادل لمصر صالح القوى الرئيسية في المنطقة. طيب. نعم. أستاذ محمد، قبل أن نكمل حديثنا لنتوقف عند بعض التغريدات التي تفاعلت مع هذا الملف، ويبدو من خلال هذه التغريدات التي اطلعت عليها قبل قليل أن الشغل الشاغل لأصحابها هو ملف الإخوان المسلمين وعلاقة طبعا تركيا بالإخوان. فاتن عبد الفتاح تكتب في تغريدتها: تركيا ستقوم بتسليم مصر 15 إخوانيا مطلوبين بالاسم، منهم مؤسس حركة حسم. ريهام بوديري تقول في تغريدتها: على خلفية تأكيد تركيا باستكمال المحادثات الاستكشافية مع مصر، أغلق تنظيم الإخوان عددا من مقره في تركيا منذ أسبوع بعد صدور أمر بالإغلاق، ومنع المتورطين بقتل النائب العام من مغادرة تركيا. تغريدة أخرى ربما في نفس السياق من هاني سالم. هاني يقول: أردوغان خسر مشروعه الاستراتيجي، وأيضا وقع وانهار اقتصاديا، وبالتالي لم يجد أمامه غير لغة التودد للدول العربية، لا سيما مصر والسعودية والإمارات، لجذب المزيد من الاستثمارات. خسر أردوغان مشروعه في مصر، ومن ثم في ليبيا، وأخيرا في صفعة تونس. هكذا تدور يعني معظم التغريدات حول هذا الملف. أعود إليك أستاذ محمد، كيف سيتعامل أردوغان ونظامه مع ملف الإخوان المسلمين، القيادات الإخوانية التي تعيش والتي هي هاربة الآن على الأراضي التركية؟ دعنا نشير إلى نقطتين في هذا السياق. الأولى أن يعني الموقف التركي كان يعني يريد المناورة بهذه الورقة، لم يكن جدا في مسألة يعني طي هذه الصفحة، بدليل أن في وقت المحادثات الاستكشافية أو بعدها بقليل بدأت يعني تعود الأصوات الإخوانية وتعود أبواق الإخوان فيما يتعلق بالمصادر التركية، المصادر الإخوانية التي تبث عبر قنوات معينة من تركيا، تعود إلى نغمتها. لكن بعد فترة قليلة أو بعد أظهرت مصر نوع من أنواع الامتعاض وجمدت أي محاورات وأي مشاورات في هذا السياق، بدأت تركيا تعود إلى تقويض وتقليص التحركات التركية، التحركات الإخوانية. لكن أنا في يقيني أن مسألة الدعم يعني التركي للتيار الإسلامي وللإخوان بشكل خاص هو دعم استراتيجي، يعني ربما تكون هناك نوع من أنواع الانتهازية، لكن مهما بلغت انتكاسات لهذا التيار سواء في تونس أو في مصر أو ربما في ليبيا في المستقبل القريب وفي المنطقة بشكل عام، لا تعني أن تركيا تخلت عن هذه الورقة. هي تحاول استبدال بعض يعني أولويات
اهتماماتها في هذا السياق لأن عندها استعداد لأن تنقل جزء كبير من اهتمامها بهذه الورقة إلى الساحة الأفغانية، وهو أيضا واحد من المطالب الأساسية أو التي دفعت تركيا إلى التجاوب مع مصر فيما يتعلق باستئناف الحوار واحتمال إرسال إشارات إيجابية فيما يتعلق ب يعني رفع مستوى التنازلات التركية في هذا نعم. الملف تحديدا خلال الفترة المقبلة لأن هي هناك تباديل وتوافيق معينة تتعامل بها مع هذا الملف. نعم.